برضو عن البروتينات، تشوف وزنك، تشوف يعني البنود اللي احنا مثلا وليكن البروتينات نحاول قدر الامكان ان احنا ما نزودش فيها، ناخد احتياجنا، نعرف احتياجنا ازاي. انت بتحتاجي 1 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن جسمك، يعني انت بتحتاجي 1 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن جسمك. فانا يا دكتور احمد انت بتقولي انا وزني 70 كيلو، يبقى 70 جرام بروتين اخدهم يوميا من خلال اللحمه او السمك او الفراخ، يعني اللحمه ما نكترش فيها يوم او يومين في الاسبوع علشان الامراض الجلديه. وما بناخد اللحمه بتاعتنا بنقول بناخدها بحجم علبه الكبريت، بناخد اللحمه بتاعتنا بحجم ايه؟ علبه الكبريت. وبنتكلم عن الفراخ والسمك، السمك بنركز فيه 3 أو 4 أو 5 مرات في الاسبوع، والفراخ تبقى يوم او يومين في الاسبوع. والجبنه القريش، الجبنه القريش بتكون موجوده دايما معانا في وجبه الفطار. الجبنه القريش قليله في السعرات الحراريه فنخس، فنقدر نخس احنا مثلا نحط الجبنه القريش. لو انت موجوده في تركيا، ما اعرفش موجوده فين، لو انت موجوده في تركيا بيسموها هنا جبنه اللور، موجوده في البيم والايس بير. موجود مثلا الجبنه القريش موجوده عند الفلاحين بقى، ما اعرفش موجوده عندكم ولا لا، بس ان شاء الله تكون موجوده عندكم. ايه في عنا خلاص، يبقى تركز على الجبنه القريش. الجبنه القريش دي سحر، سحر زي اللي هي سعرات الحراريه فيها قليله، فبالتالي ساعتها برضه ان احنا نخس، لان احنا لما طول ما في وزن زايد طول ما في امراض مزمنه، اما الوزن بيخف الامراض المزمنه بتروح، تخيلي. او لو مش هتذهب او مش هنقدر نعالجها، بنتحكم فيها طول حياتنا وبنستقصي الادويه كنتيجه ان احنا نمط حياتنا صحي. وناس كتيره جدا تخلصت من امراض مزمنه كنتيجه فقط نمط حياه صحي، نظام غذائي سليم، رياضه، حاله نفسيه كويسه، كل هذه ظبطنا هذه الامور، كل شيء بيتصلح.